ساهم مسرور العصيمي خلال الستينات في إنهاء معاناة مواطن كان يواجه السجن في اليمن، حين بادر بزيارة السفير السعودي في صنعاء ومطالبته بالتدخل للإفراج عن المواطن السعودي المعتقل بسبب دعوى كيدية. هذه لها قصة. قصتها كان واحد مسجون في اليمن من يامي، وأنا كنت في صنعاء هاك الأيام، وبلغني عن الرجال هذا أن سجنه كيدي، وكان في السفير السعودي في صنعاء مساعد السديري الله يرحمه. نعم. وقبل يكون سفير كان في تبوك، أمير تبوك. أمير تبوك. نعم. وبعد تقاعد عن أمارة تبوك ودوا السفير لليمن، وأنا ما أعرفه الله يرحمه، وهو ما يعرفني إلا بالذكر. بالذكر يسمع بي وأنا أسمع به، وذكره طيب ومن ناس طيبين. طيب هم الناس طيبين. بلغني ان اليامي هذا مسجون سجن كيدي، ولقيت ربعه يتقهون في موقف مخصص للسعوديه في صنعاء. اخذت المعلومات منهم، ركبت موتوري ورحت للسفاره. وصلت عند الخفير قلت له انا ابغى السفير. دق عليه قال له عندي الشاعر مستر العصيمي يبي يسلم عليه. قال خله يجي. وانا ادخل عليه وما قبلت عليه. طرى علي البيت. قلت سلام يا المامون، مامون الملوك. رديتي تهدى عليك بلا ثمن، بغيت ازورك عام الاول في تبوك، واليوم زرتك وانت في صنعاء اليمن. والله واجهت الرجال واستقبلنا استقبال زين وعلوم طيبة، وعلمته الموضوع اللي أنا جاي لحقه اليامي. اتصل بأيامها الحمدي، في عهد الحمدي الكلام. نعم. اتصل بالحمدي كان رئيس الجمهورية منية. ايوه كان رئيس الجمهورية، وكلم في الموضوع، وارسلنا السجين الحمدي واطلقه، ولا عودت لخوياه الا رجال الله يبيض وجهك ووجهك ابيض.